استفدنا من هذه الدورة التدريبية استفادة كافية وشافية ووافية الحقيقة، تعريف بالحوكمة ومدى أهدافها ومدى الاستفادة منها في التجربة الليبية، والنظر إلى العوامل التي ترتب عليها الأخذ بذلك، سواء كانت عوامل سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو مؤسساتية وما إلى ذلك من العوامل التي تؤثر بشكل أو بآخر في موضوع الحوكمة. أما بخصوص هذا التعاون بين الفريق الوطني للأمن وإدارة الحدود والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، فالحقيقة كان التعاون مثمر وقيم منذ عدة سنوات، واستفدنا من ذلك استفادة قيمة وكبيرة لتطوير الهجرة وتعديل أو تطوير القوانين والتشريعات والقرارات الخاصة بالهجرة في ليبيا للوصول إلى هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة بإذن الله. ونحن في وزارة الخارجية وقعنا اتفاق مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في نوفمبر الماضي، ونسعى إلى تطوير التعاون المشترك بيننا، ونسعى إلى إضافة الكثير من البرامج، ولكن نسعى أولاً إلى تطوير سياسات الهجرة ووضع حوكمة وآلية موحدة. احنا كفريق الهجرة وكوزارة النازحين وزملائي في القطاعات الحكومية نتمن هذه البرنامج التدريبي، واللي يأتي من ضمن أولويات القطاعات الحكومية الليبية في بناء القدرات للمؤسسات الدولة لكي تستطيع أن تتعامل مع قضايا الهجرة وتسيير حوكمتها والتنسيق فيما بينها. ونتوقع أن المخرجات ستلبي احتياجات الوطنية الليبية في حوكمة الهجرة والسياسات الوطنية، وستساهم أيضا في وضع العرب على السكة في هذا الملف اللي يحتاج إلى مزيد من الجهد ومزيد من النقاشات العميقة في إدارة الحوكمة والهجرة بشكل خاص.